دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة، وهيتم نقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والأثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والأليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب. النهاردة هينطلق فيلم الرسوم المتحركة الأسباني الصيني دراجون كيبر، المستند للكتاب الأول من الثلاثية الروائية اللي بتحمل نفس الاسم للكاتبة الأسترالية كارول ويلينغسون، الأكثر مبيعاً في دور العرض المصرية. النهاردة هيحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة اللي بيوافق 5 يونيو من كل عام، وهذا العام أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن يوم البيئة العالمي 2024 اتخذ شعار للاحتفال تحت عنوان استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف.